وأبدت نائب نقيب الفنانين العراقيين الفنانة آسيا كمال عن سعادتها لزيارة محافظ صلاح الدين ولقائها المحافظ الدكتور المهندس عمار جابر خليل الذي طرح أفكارا رائعة تخدم الواقع الفني في المحافظة. سعداء بهذه الزيارة، زيارة السيد الدكتور عمار محافظ صلاح الدين. حقيقة كانت رؤى مطروحة جميلة من السيد المحافظ، ورؤى فنية ودعم للفن بشكل كامل، وسعينا انه يعني نسعى انه ناخذ يعني نطلب انه يهتم بالفنانين وبحقوقهم، ايضا بالمقابل هناك حقوق على الفنان لمدينته، وكان اكو تبادل اراء مشتركه، وكان لقاء مثمر جدا، وسعيده بوجودي بين اهلي وناسي.